في عمل شاركت فيه وندمت ان انت شاركت فيه؟ ليه؟ في اي عمل فني شاركت فيه وندمت حسيت انه والحقيقة لسه السنوات الماضية دي ايه بقى ليه؟ ايه الاسباب؟ والله ظروفه الانتاجية كانت مش لطيفة. هو ما كانش لطيف اللي احنا اللي كان في الورق ملوش علاقة باللي بيتصور. يعني بتحصل فعلا ان ممكن يبقى في حاجة في الورق وتيجي تصور تطلع حاجة تانية؟ ازاي دي؟ ازاي؟ ما هو ده اللي دخلني النقابة.